سلام البنات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم جيت نقدم لكم التقضيه ديالي ديال الشهر من مرجان، وغنبدا لكم البنات باش امي عينات خديتهم من مرجان. خاصني انا فين ما كنمشي نتقدى ضروري خصني ناخذ شي حاجه، ديك الحاجه التقضيه كتكال وكتمشي، وديك الحاجه اللي كتدخليها مع التقضيه هي اللي كتبقى عليك. خديت البنات هاد البول، بغي نطلع نخدم فيه حلوه، نخلط فيه شلاضه. هاد لي بول تاع الزاج نتوما عارفينهم مهمين بزاف. وخديت البنات هاد القريعات، قلت لكم درت الكونفيتور خصني كيعجبني نديرو فهاد القريعات الصغار. خديت هاد الشكيل البنات، وخديت هاد الشكيل، خديت هاد الشكيل البنات صور فيه الخريز صغيورين. كيعجبني البنات الكونفيتور ملي نصايبو نديرو في قريعات صغار بحال هكدايا، وكنديرهم في الثلاجه كتبقاي تجبدي وحده حتى كتاكليها تسالي، وعاوتاني تجبدي الاخرى ما كتبقايش ديري قرعه كبيره وتبقاي كل مره كتجبديها تحلي وتسدي تحلي وتسدي، ما كيبقاش لوغو ديالها هو هذا، كيبقاو مسدودين. اللي تجبدات خوات كتحيد تغسل ونجبدو الاخرى. خديت من هادو البنات هاد القريعات الصغار سته، خديت هادو عجبوني هاد الشكيل جوج. هادو البنات راه دايرين 7 دراهم، وهادو دايرين 15 درهم. وهاد البولة البنات خديتو ب35 درهم، وهاد الطاسات البنات دايرين ليهم بروموسيون، ها هما ديال الزاج، هما كيتسدو البنات زوينين في الثلاجة، لا بقات لينا شي ميكلة ولا شي حاجة كيتسدو مزيان. عندهم غلاقة ديالهم ديال البلاستيك، وعندها فيها الجوان ديالها البنات، غنفتح ليكم نوريكم. هانتوما البنات فيها الجوان هنايا باش ما كيدخلهاش النفس. خديت منها جويجات البنات هادو، دير لهم 19 درهم البنات هادو، راه كبير راه تهز. وهاد الطبسيله البنات ديال الزاج نخدمو فيه كيكه، نحطو فيه رغيفات، نحطو فيه بغرير، نحطو فيه متعدد الاستعمالات حلوه. هاد البنات دير لي 25 درهم. واللي زوينه البنات شوفوا هاد الشبيكات، وهما لتحت عندهم بانيو صغير باش الا حطينا شي حاجه البنات كتسقطر فيه، ما كنحتاجوش نحطوه كيتسقطر في شي بلاصه. واخا ديريه في الثلاجه، ديريه اي حاجه درتي النعناع، شي حاجه ديسير غسلتيه، اي حاجه حطيتيها هنا تسقطر كتبقى مزيانه. خديت منهم جويجات البنات، وهاد الطويسات البنات بكيه فيها 5 دايره 15 درهم، بحال 60 ريال الطويسه، هي ديك 6 × 5 = 30. زوينين البنات هادو، كيجيو في الباب ديال الثلاجه. غنفتح لكم البنات شوفوهم كيفاش كيجيو. كيجيو على قد الباب تاع الثلاجه، كتقدري تجمعي فيها نور مثلا، جمعي فيها اي حاجه اللي كتحتاجيها مره البنات. كيجيو بحال هكا البنات في الباب ديال الثلاجه، كتجي وحده، تقدري ديري حتى وحده فوق وحده البنات. زوينين. ودابا البنات وريتكم هادو هما الاواني اللي شريت اليوم من مع التقضيه ديالي من مرجان. خديت البنات هاد السكريه ديال السكر، ديري ليها 11 درهم، قيلة 12 درهم، 11 درهم و90. ديال الزاج غليظة وثقيلة وزوينة البنات شوفو. دابا البنات غنحيد هادشي ونوريكم التقضية ديالي، نكملو مع بعضياتنا نشوفو التقضية ديال الشهر شنو كنتقدى. البنات غنبدا لكم البنات بالتقضية، غنبدا لكم بالطحين. شريت هداك الدقيق ممتاز من القمح الطاري، وهذا كلهم نفس ديال المونيا البنات، وهذا الفينو كيعطوني معاه 2 كيلو د الفورس، وهذا سميده الرقيقه حتى هي موني، وهذا الدقيق الكامل عطوني معاه حتى هو 2 كيلو ديال الفورس. مرجان البنات هادشي اللي كاين. دابا هادو بالنسبه للطحين البنات،
دابا غادي نمشيو للطابله ديالنا اللي فيها التقديه، نديرو جوله استطلاعيه على التقديه كامله البنات، وغنبداو البنات تشوفوا حاجه بحاجه. عندنا البنات غنبداو ب عندي هنا البنات درت واحد جوج فراجات، وخديت هادو البنات ديال سميتو هوت دو كويس، دوك كنقولو حنا القصير ديال الدجاج كيعجب البنات، خديت منهم جوج البنات هاهما كتشوفوهم، نكتب لي اثمنة الثمن ديالهم البنات هادو كيكون مناسبة، هانتوما كتشوفو 19 درهم بلاكيطة، دير انا وبنتي دينا جوج طواجن جوج مرات. وهادو البنات خديت واحد بلاكيطة ديال الصدر ديال الدجاج، قطع دجاج، واحد بلاكيطة ديال الصوصيص، وواحد بلاكيطة ديال الكبدة ديال الدجاج البنات. دابا البنات هادو خصهم يدخلوا للثلاجة، غادي نحبس ونرجع لكم باش ندخلهم للثلاجة نخوي الطبلة ديالي ونرجع نكمل معكم. دابا البنات غنمشيو الاجبان، هنا البنات هذا فروماج، فروماج احمر، هنا البنات هذا فروماج، هنا هذا فروماج الكودا، هنا هذا البنات الدام، وهذا البنات اللي كنشاركوا معكم ديما كتدخل فرماج، شفتوا البنات هذا اللي قلت لكم تيكونوا فيه الفرماج مخلط، فيه الشيدر وفيه فيه موتزاريلا وفيه المهم فيه 4 ديال لي فرماج، فرماج احمر خديت منها جوج البنات. هذا البنات فرماج ديال الساندويتش، خديت البنات هاد رولو ديال الموتزاريلا بالنسبة لي بيتزا، وهادو البنات كتبغيهم بنتي هاد الهوت دوك، هادو البنات هذا اللي بالبزار والاخر كويس دو دانت فيمي، هذا هوت دوغ خدات منهم جوج، هاد لي كويس دو داند البنات خدات منهم كل نوع خدات منه جوج، لي بالبزار جوج الاخرين جوج البنات. وهادو البنات واحد البيكيات فيهم بحال ديال السوريمي البنات، هادو البنات فيما يخص الاجبان، اجبان وديك الشاركوتري او اللحوم المحوله، واخا تيقولوا عليها البنات راها شويه صعيبه تعرفي وليداتنا ضروري كيبغيو هادشي، كنشري انا كنحاول نصايب بهم ديك الشيء في الدار حسن ما ياكلوه في الزنقه. البنات غندير عاود غنرد هادشي للثلاجه ونكمل معكم التقضيه ديالي. البنات دابا غادي نمشيو نمشيو البنات نشوفو شنو باقي عندنا هنا، نمشيو لي بات من البنات، هادي جعبة غليظة، جعبة رقيقة، نديرو لها الروسول هاهو، عندي واحد البطاطية ديال الشعرية كي كتعجبني إلا بغيت ندور الحريرة ولا شي حاجة كتعجبني تكون عندي، هنا هنا جوج باكيات كسكسو البنات، حيت أنا هاد الماركة ديال الإتقان تاهي كتجي زوينة، عندي هنا واحد سباغيتي ديال الزرع بيو
هيا البنات شوفوها، و هاد المقارونيات هي ديال الزرع. كنحاولوا ننوعوا البنات. عندي هنا واحد بكيه ديال الغويبه ديال الزبيب، هي كنجيبها باش كتكون عندي في الثلاجه وقت ما احتاجيت كنلقى. ثاني عندي هنا واحد الغويبه ديال البرقوق حتى هو يا هاد الماركه البنات ديال غوزانا، كتكون زوينه الماركه ديالها، هي كنبغي تكون عندي في الدار البنات. وعندي هنا البنات واحد الباكيه ديال اتاي، فيها البروموسيو كيعطيو فيها هاد اتاي الصغيره. وعندي البنات هنا واحد قريعه ديال الكافي، عاطين مع هاد الجرانولا غراتيس. عندي هنا البنات لانجي بروموسيون الذكيات على حساب ولد بنتي، وهذا داناف ديال ولد بنتي، داناو ديال ولد بنتي، عطيت له جوج، وحده وحده راه حيتها مبديه. وهذا الحليب ديالنا كاملين، كنبغي يكون عندي في الدار وما نبقاش عاد نحتاج نخرج نقلب عليه وقت ما بغيتو كنلقاه محطوط. عندي هنا البنات هذه صوص معروفة عندنا هنا في سوليس في الشمال، دايرين باك ديال جوج 11 درهم، بحال 5 دراهم ونص للباكية. وعندي البنات هنا هذا طونة البنات، هذا البنات اللي غير كيكون طون ناتوريل بالما ما فيهش الزيت، دي جوج باكيات. عندي البنات هذا طون مطيشة، تا هو جوج باكيات. كنحتاجو نديرو البيتزا، وكنحتاجو عندي هنا البنات واحد العلبة ديال باكية شامبينيون فيها ثلاثة تروا هيا. عندي ثلاثة ديال المايس، هاهما نمشي ليكم شوي شوي. عندي البنات هنا كان جوج حكاك ديال مقشر ديال حك عيشة، كتعجبني هاد الماركة من بكري. عندي البنات هاد لاصوص اندلس، عندي وحدة باقا الجيريان كاينة عندي في الثلاجة باقا عامرة، وزدت هاد اندلس. عندي البنات هادي ثومة، ثومة غبرة، الخلة البنات بيض، وهذا البنات ديال صوص باش كندير ديال الشلاضه، راه مكتوبه صوص سلطه، تتجي زوينه البنات باش اي شلاضه درتوها فيها كتجي زوينه هاد القرعه هاد لاصوص هادي. عندي هنا البنات واحد الكيلو ديال الزبده ديال جوده، كنشدها البنات كنقطعها رويبعات كنديرها في بلاستيكه كنخشيها في الفريغو، كل مره كنرويبعه كنخليها في الثلاجه، والرابعه الثلاثه الاخرين كنديرهم في الفريغو، كل مره كنجبد ميكه كنحتاجها، انا كتعجبني ناكل بها ندوز بها الخبز الرغايف ندو البغرير بزاف ديال الحوايج استعمالات. ها هي البنات، ها هي خلاتها نقادها. دي باكيه ديال الفرماج هذه لا هولانديز ديال قطعة 64 قطعة البنات، ها هي. عندي هاد لاصوص البنات زوينه البنات، هاد لاصوص جربوها، ماروكان كاينه، الجيريان كاينه، اندلس كاينه، هادي ماروكان البنات راه زوينه، جربوها غتعجبكم. عندي البنات الزيت هادو جوج ربعيطرو، يعني جوج قريعات ديال جوج يطرو جوج يطرو. هادي ديو ديال نوار الشمس كتعجبني، كتكون خفيفه صافي القليه البنات كتجي زوينه. وعندي واحد يطرو سالات ليا الزيت اللي كنا عاصرين، هادي دابا شريتها عندي، هادي يطرو ديال الحره، ها هي الزيت بلديه. انا واحد دار ربعه الزيتون جبتهم غير
ضروري كان كيعجبني الزيتون ديالهم البنات ديال المرجان تيكون مشرمل بزاف بالزعتر وداكشي كيعجبني. جبت واحد الطويصات هاد الاندومي ديال بنتي منى كتبني كتجي عندي كتبغيهم هكا في الليل خديتهم ليها كتجي من طنجة كيعجبوها كتنوض في الليل كتكون كتحفظ واش حاجه كيجي الجوع كتنوض تصايب وحيده كتاكلها كتبقى ناشطه. عندي البنات هنايا ندوز لواحد عندي هذا الشامبوان ديالي انا هذا البنات هو اللي كيعجبني هو هذا الشامبوان ديال سانسيلك الزرق. وهذا البنات حليب وهذا البنات الماء ديال لودو انتيم. وهادو البنات كناخذهم ديال غسيل اليدين البنات كنقطعها وكنعمرها فهاديك اللي عندي ديال في الحمام ديال البديع بلا ما كنشري دوك القراعي هادو كيتقاموا اقتصاديا كتقطعيها هنا وكتعمريها تخويها فهاديك كنجيب جوج حتى كتسالي وحده كنفتح الاخرى. ها هما البنات شفتيهم وزوينين حتى في الغسيل ديالهم زوينين. هاد البنات هادوك اللي كيتعلقوا في الطواليت ديال الفيسي باش كيعطيو الريحه زوينه بالنسبه ريحه الخزامه باك فيه ثلاثه ديال الوحيدات كدير حتى تركبي وحده كتسالي وكتركبي الاخرى كتبقى الريحه ديالهم زوينه في الحمام. وهذا حتى هو البنات كيدار في لاشاس بحال هما بحال كينات كتلوحيها تما كيديزانفيكتيو لينا لاشاس وفي نفس الوقت كيعطي واحد الريحه منعشه زوينه راه بحال الكوينات يوم كديري وحده كتلوحيها في لاشاس وكتبقى تما حتى كذوب ملي كتخوينتي الماء كتهبط ديك الريحه وكيهبط داك البرودوي اللي هنايا. وهذا البنات لي سيف ليكيد ديال مارساي ارخيص البنات في مرجان راه فيه 46 تصبينه جربته البنات وعاودت هاد المره البنات مشيت لقيت في كارفور بروموسيون ديال صابون ليكيد الكف الاحمر وشريته عطاوني وحده كبيره وحده مع صغيره 3000 ريال بجوج. والله البنات الا كيخرجوا لي الحوايج بطبيعهم مع العلم ان عندي الماكينه جديده من الماركه الممتازه انا غادي نوريها لكم. وهادو البنات بموات ديال ولدي ولد بنتي عمر كيبغي كنبغيهم يكونوا عندي في الدار ما كنقدرش نهبط للحانوت ولا هذا اي مره كنكذب عليه بشي وحيده باش بلا ما نخرج للزنقه. واحد الحاجه البنات غنوريها لكم واخا ما كانش خصني نوريها لكم علاش غنوريها لكم حيتاش فيها البروموسيون زوينه ومادام حنا كنتفرجوا غير العيالات هانتوما البنات عيبنا واحد. هادو البنات باك فيه 4 ديال 100 معاهم هاد البواطه البنات زوينه البنات اللي كيكونوا كيقراو داكشي كيهزوها في الصاك ديالهم ديما كتكون عندهم في الصاك 4 ديال في الباك البنات دايرين 25 درهم يعني بحال 6 دراهم الباكيه وحنا عارفين الثمن شحال ديالهم باش كيدير راه كيدير 9 دراهم 10 دراهم للباكيه. واشنو اخر البنات نوريكم البنات بلاتي البنات ها لا ماشين اللي عندي يعني عندي سامسونج لاخر موديل اللي فيها الباب كيتحل من هنا ولا بغيت تزيدي شي حاجه البنات ها انت في هذا الباب كيتحل من هنا الا بغيتي الا كنتي كتصبني وبغيتي تزيدي شي حاجه كتزيديها من هنا وكتسدي وكتصبن من داك الشيء وفيها السيشاج ها هي مكتوبه شتوما البنات سيش كوتون وسيش سانتيتيك. وفي نفس الوقت انا غنوريكم برودوي شريته ما خرجش ليا التصبين. خديت البنات هذه تاع الكف كبيره شوفوا شحال فيها 5 إطرو وعطاوني معها وحده اخرى فيها شي إطرو ونص يعني جوج ب 3000 ريال ولكن يا البنات والله العظيم اول مره خرجوا الكف كان رائع كيخرج الحوايج من داكشي دابا والله الا الطبايع كيبقاو في الحوايج. قلت لك انا وريتكم الماكينه عندي جديده وماركه مخيره وكيخرجوا لي كيخرجوا لي الحوايج بالطبايع هو باقي عامر. وشريت هذا لان جربته كيخرج الحوايج من داكشي هذا هو ليكيد او صابون مارسي شوفوا البنات باش راه منتوج ديال مرجان. وهذا الشيء اللي كاين البنات انا تقاسمت معكم التقضيه ديالي وكنتمنى البنات هذا الشيء يعجبكم وديروا لي لايك
اول مره البنات كانت نتقاسم معكم المشتريات ديالي، وانا في التلفازه كنقدم لكم بطاطا بالجبن وبالصحه والراحه.